بس انا واقع في مصيبه كبيره قوي يا منصور. مصيبه اكتر من كده؟ لا يا عم ربنا يعين. اه دي خلاص اتعودت عليها، لكن في مصايب تانية كتير. لا لا، على موضوع انت فاكرني في الاوضه بنام، انا بتصنت عليك عارف. لسه فيك العاده القذره دي؟ ايوه خدم. انت وعمك ما بتبطلوش تصنيط. بص يا عمي، انا عارف موضوع علاء بيه الوردي ده، الراجل المهم اللي مش باين له اوضه، عرفت كل حاجه. اه دي حقيقه. بس انا بقى عندي حل. بجد يا منصف؟ ده انا دلعك. ايوه دلعك. اروقك. روقني. عندك حل يا منصف؟ حل ايه؟ انت حبيب عمك يا منصف. حبيب قلبي يا عمي. امسك. بص بقى، انت مش لاقي اوضه لعلاء بيه الوردي عندك؟ هناخد اوضه لعلاء بيه الوردي في لوكنده عم رمضان. انا هديك بالجزمه يا منصف. ليه كده؟ انا علاء بيه الوردي قاعده في عشه الفراخ دي عند عمك رمضان. ايوه امال ايه؟ ما ينفعش يا ابني. ما هنوضبها. ده راجل اكسلانس. هنسنفرها ونوضبها وتبقى حلوه. طب وعمك الجلده الايحه ده هيوافق؟ إيه ما تقلقش، انا هقنعه. سيبولي بس وانا هقنعه. بجد يا منصف؟ لو خلصت لي الموضوع ده انا هروقها. هخلصهولك بس سيبولي انت بس. ايه سيبنا 5 دقايق، ما تقرفنيش بقى. تلاقي طب بره. احترم نفسك يا ولد، اتكلم معاك كويس. انا عمك قصدي يعني استنانا بره وانا هظبط. إيه طب امسك. حاضر. ربنا يخليك. هات لك حاجه تاكلها، شكلك مش عاجبني. لا لا اكل ايه بس بسرعه. ها انا لسه واكل سنه 90 انا وعمي كان عازمنا. عم رمضان يا بخيل، رمضان يا جلده، رمضان يا ايحه. امشي يلا، امشي مشي مشي. مين ياد اللي بيقول عم رمضان يا حريص؟ رمضان يا حريص؟ انت سمعتها؟ ده كان بيقول رمضان يا بخيل. لا اصل في فرق بين البخل والحرص. شعرايه شعرايه ايه؟ انت تلاقيك شايلها الشعرايه دي يا عمي. يا عمي في مصيبه. مصيبه. مصيبتي يا. ايه اللوكاندا بتاعت السرقت؟ هو فيها حاجه تسرق بقى؟ جرانفون. ليه؟ لا الحمد لله جرانفون. اذا كان مش عارفين نقوله هيتسرق ليه؟ جرانفون يا ده ابو اسطوانات. هو ده مهم ده؟ انت عارف يا ده. عارف الملك فاروق؟ وانت في القصص كمان بخيل؟ عناوين بس؟ يا لا ده قديم. ماشي ده. ماشي. ولا الساعة الرملية؟ ساعة رملية ايه يا عمي؟ ما هي ساعة عادية. رملية ازاي يعني؟ لقيتها في الرمل. يا سلام، بقت ساعة رملية. يا الحمد لله كله سليم عند. أمال مصيبة ايه يا؟ ما عشان أنت استعجلت يا عم، أنا بقول مصيبة وبشاور هنا. مصيبة عند لوكاندة عم أكرم، إنما خير عندك أنت. خير يا عم أكرم؟ جاي له زبون مهم كبير أوي أوي أوي، مش لاقي له أوضة. أسكت أنا؟ قلت له لا، ما تيجي تاخد له أوضة في لوكاندة عم رمضان حبيبي. جدع يا تربيتي. يا سلام، ابن أخويا حبيبي يجي ياخد الأوضة. عندنا كذا أوضة فاضية يا لا لا ما ينفعش، لازم ترفض. أرفض ليه يا؟ هرفض النعمة يعني؟ أيوه لا لازم في الاول ترفض عشان تعزز نفسك، عشان يبقى لك طلبات بعد كده. اعزز نفسي ازاي؟ هقول لك ازاي. عارف لما واحده بايره كده ما حدش معبرها ويجي لها عريس تقول له لا انا جاي لي عريس شغال في بنك. بتعزز نفسها عشان تتكلم في قايمه وحاجات. فهم؟ تمام. زي لما حد يجي له شغل يقول له لا انا جاي لي شغل في الخليج وقبض بالدولار. فاهم؟ ايوه اعزز نفسي يعني. ايوه ماشي. واهم حاجه تتفاجئ لما يجي يفتحك في الموضوع. يعني كانك ما قلتليش. ايوه عشان ما يبانش متفاجئ. اتفاجئ ده انا اتفاجئ. بتعرف تتفاجئ؟ عارف ياض زمان. ايوه ايام المدرسه. ما تسيبليش النهايات مفتوحه يعني، ما حدش هيحاسبك. قول القصه. لا يعني هتفاجئ ما تقلقش. حاضر عمي. نديم. وقف بقى كانك انت واقف في النص بتاعك وانا في نص عمي. وهتفاجئ. تتفاجئ. بس مش هتفاجئ لما اشوفه. ما انا عارفه. امال ايه؟ هتفاجئ لما يفتحني في الموضوع. ايوه ايه الجديد؟ عطلتني ورجعتني. انت جاي هنا تستسكى؟ ماشي. يا عمي استنى بس. ماشي يا عم اكرم. عم اكرم اكرم كريم، خش فتحه في الموضوع. ازيك يا رمضان؟ اهلا يا اكرم. شايف بيكلمني ازاي من تحت درسه وبقرف؟ شايف بيكلمني ازاي من فوق درسه وبقرف؟ فوق درسه ايه وانا حشو؟ يا جماعه ما ينفعش. عيب اخوك الصغير السبوق، اخوك الكبير المصلحه. لا انت ظبط، ما قلت لك ظبط معاه بقى. ما عرفتش فتحه انت في الموضوع. مهم يا رمضان، انا كنت عاوز عندك اوضه في اللوكاندا. اوضة منين؟ اوضة ايه منين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت اديته ايه؟ لا مفيش حاجة. مالك يا عم؟ متفاجئ اصلا. لا قلل. وانت كده متفاجئ؟ اوضة منين؟ اوضة لا مش طبيعي، خليك طبيعي. اوضة منين؟ اوضة كده حلاوة شمسنا دي يا عم، اتكلم عادي يعني. اوضة منين؟ اوضة في ايه رمضان؟ عايز اوضه عندك في اللوكاندا رمضان؟ ايوه اصل لا مفيش، عشان جاي لي عريس شغال في بنك. ايه ده؟ اعوذ بالله. شغال في بنك هياخد اوضه. أيوة انا سبب المشكله، معلش ما انسى. عريس لبنتك يعني؟ مش يا رمضان خليتني فكرت ودماغي راحت لبعيد. اوضه اصل انا جاي لي شغل في الخليج وهقبض دولار. اسكت ارفض بس. خليج ايه رمضان؟ انت طالع معاش من سنه 19 رمضان. معلش اوضه منين؟
اصل دلوقتي موسم. ايوه موسم. معلش انت بتعلي على اللي هو بيقوله يعني. طيب خاطره ايه ماشي، عايزها كام يوم الاوضه؟ 15 يوم يا سيدي. يا 15 يوم؟ لا كتير، تتوسخ. ايه ده؟ تتوسخ يا رمضان؟ معلش يا عم، بس اكتر حد قعد عنده نص ساعه وشتمنا ومشي. معلش ده اخره. ف 15 ده رقم عادي يا عم، نتكلم بقى في المهم. ماشي خلاص، البنود والاتفاق. طب بس انا عندي شرط. اشرط يا سيدي. انا هستفيد ايه؟ ايه ده؟ ده سؤال ده. وقفت الحصه وانا عندي شرط يا استاذ، وده سؤال. طب عندي سؤال. ايوه. يعني الفلوس كلها تدفعها لي مقدم؟ ما هو ده شرط بعيد عنك بقى يعني، انت عندك العناوين. اتكلم بس. انت ساقط عربي يا رمضان؟ ماشي طيب، احنا نتكلم بقى في المهم بقى. اتفضل. أيوة. يا سيدي. نتكلم. انا هقول لك الاوضه بكام في اليوم، واضرب انت في 15. لا اضرب انت، انا مش فضيله. ماشي هضرب لك انا في 15. سمعنا بقى. الاوضه في اليوم، الاوضه في اليوم ب 500,000 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مجنون. انت لو هتشتري الارض ب 10 جنيه. ايه ده؟ لا يعني 5,000 جنيه. لا 200 جنيه. لا. وانت كمان بتشاور له، بتشقطون البعض. معلش ب 200 جنيه منقطين. 200 جنيه منقطين. 2000 2000 جنيه. ايوه على هون على دو. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. انتوا تهزروا. 2000 جنيه 2000 جنيه في القرف اللي عندك ده يا رمضان. ده قرف ايه؟ ده دي الاصاله، العراقه، عبق التاريخ. عبق ايه وهبل ايه يا رمضان؟ تاريخ ايه يا رمضان؟ دي لوكاندا ريحتها معفنه. لا ده انا سايبها بريحتها زي ما هي. يا سلام. انا في ناس بيحبوا الريحه دي. دي ناس معفنه اللي يحبوا الريحه دي. عبق التاريخ، بتخش شم العبق. 2000 حلو يا عمي، ماشي المصلحه. يا سيدي انا موافق. موافق على 2000؟ موافق على 2000 في ال 15 يوم. 2000 في اليوم؟ يا حبيبي في 15 يوم. 2000 في اليوم في 15؟ ب 2015 هو اتشال. 2030,000 جنيه. ايه؟ 2030,000 جنيه. مفيش حاجة اسمها الرقم ده. 2030,000 جنيه. ازاي؟ 2030,000 يا عمي ما تحسبها، حسبها ايه؟ خلاص يا رمضان حقك عليا، معلش. مش معانا حباية الضغط ليه؟ قلت له رقم كبير. هتصرفهم على العلاج كده. 2030,000 تعالى بس. خلاص يا رمضان. خلاص سيبه هم قولوا خلاص. 2030,000 رحب بيهم. خلاص يا رمضان بقى، أنا مش فضيلك. يا عمي ده يا عمي ده يبقى مكذوب بعد شويه. نشوف 2030. ده اتلبست يا رمضان. لا ده رقم عادي. ايوه استنى رقم ايه؟ رقم عادي، انا بجيب بيه حاجه ساقعه. انت هجاص يا رمضان. انت هجاص ليه؟ حاجه ساقعه، انت عمرك ما شفت حاجه ساقعه يا رمضان. لا يا عمي كان عايز يتكرع فجاب ب 30,000 جنيه حاجه ساقعه. ايه ده؟ اصل حاجه ساقعه قوي يعني. ده انت اللي انت ساقعه غاليه يعني. اللي هو بيقوله ده هو ده التكريع. معلش يا عمي ماشي المصلحه. المهم يا سيدي، يا سيدي انا موافق خلاص بقى. اللبس اللي انت فيه ده خلاص بقى، نكبر لك في ودنك. حاضر. انا عندي شرطين. يا حق انا موافق عليه. لا تسمعهم الاول. ماشي. عشان الاول شرط اخره ايه؟ اخره نور. بس انا مش هدفع النور. يا سيدي انا هدفع النور وهدفع الميه وهدفع كل حاجه. ماشي. بس اسمع مني. وانا اخد ال 2030,000 جنيه. هاخد اللي انت بتقوله ده اللي انا مش فاهمه. الشرط الاولاني، طول ما علاء بيه الوردي موجود هنا في اللوكاندا، انت وابن اخوك شغالين عندي، وانا اكرم بيه صاحب اللوكاندا. طبعا يا اكرم بيه صاحب اللوكاندا. ايوه احفظ بقى. ماشي. الشرط الثاني، لو حصل اي حاجه غلط منك وابن اخوك، لو فضحتوني قدام الراجل، هاخد الفلوس اللي دفعتها طقطقين وهكتب ده في العقد. خلاص هتاخد الفلوس اللي انت دفعتها. استنى وانت دفعت حاجه يا اكرم بيه؟ يا سيدي الفلوس اللي هدفعها يا سيدي. يبقى اقول الفلوس التي سوف ادفعها. ليش. الفلوس التي سوف ادفعها هتاخدها. بالظبط كده. هديهم لك تاني يعني. يا سيدي هتديهم لي تاني بس الطقطقين. ماشي الطقطقه. الايه؟ طقطقين. ايه اللي طقطقين؟ بتقولها بثقه، مفيش حاجه اسمها طقطقين. انا هاخد الفلوس مرتين دبل يعني. طقطقين.